بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا بصراحه، معاكم مذيع اسمه يوسف الحسيني كما جرت العاده يوم الاحد من الساعه 3 لحد الساعه 5 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. المدارس وموسم المدارس وما يتعلق بالمدرسه، يعني التلميذ والمدرسه، التلميذ والمدرس، التلميذ والمنهج، العلاقه بقى اللي ما بين التلميذ والثلاث محاور دول. ومن هنا خلونا نقعد نتكلم اكتر بشكل من أشكال التخصص والاستفادة مع الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. منورنا دكتور. أهلا بيك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام. أنا عايز أبدأ بمقولة شهيرة شائعة بتتقال تقريبا من ساعة ما أنا اتولدت، إنه ساعات العيال بتتعقد من المدرسة أو تتعقد من المدرس أو تاخد حاجة في المنهج تعقدها وتخلي الطفل ده أو التلميذ ده كاره المادة، كاره المدرس، كاره الدراسة بشكل عام. الحكاية دي بتحصل ليه؟ المدرس بالنسبة للطفل وخصوصا لو ابتدينا بقى في المراحل المبكرة بيمثل قيمة كبيرة جدا، ويمكن هو البديل عن الأسرة والبيت والأب والأم. الطفل بيبقى رايح وحاسس ان المدرس او المدرسة لها أهمية ولازم يحبها علشان، ولازم يحس بيها علشان يقدر ان هو يرتبط بيها في اللي جاي بقى. يعني هو رايح عشان يتعلم، انما قبل ما يتعلم لازم يبقى فيه نوع من المشاعر، نوع من الود والاستقبال الجيد. وهنا دور المعلم او المعلمه في منتهى الاهميه، في منتهى الخطوره. انا لسه كان عندي من يومين في العياده طفل رافض يروح المدرسه. ايه في ايه؟ المدرسه ابتدت تعامله بطريقه مش كويسه. مجرد انها سألته سؤال في حصة قبل كده، وبعدين هو الولد جاوب، اللي وراه جاوب معاه في نفس الوقت غلط، فهي المدرسة سمعت اللي وراه ما سمعتوش، فاتهمته هو ان هو اللي قال، وابتدت بعد الحركة دي تهمله. ايه في ايه؟ طب وتهمله ليه حتى لو اخطأ؟ يعني ان هو ايه يعني، ازاي يعني، ما ما يعني اعتبرته انه بيكذب. لا مش انا اللي قلت، وهي ما شافتش اللي وراه. فاتهمته انه كذاب، يعني على طول قفزت عليه انه كذاب، وبعدين وابتدت تعامله بطريقه مش لطيفه، فالولد تاني يوم مش عاوز يروح المدرسه. الولد كده اتعقد خلاص. اهي حركه. بعدين بنسال ليه دي اصلها مش مصريه، امال ايه؟ ما اعرفش يعني جنسيه عربيه. طب وماله عربيه هنديه؟ بس المهم ان في النهايه هي تربويه. لازم تفهم يعني ازاي تتعامل مع طفل. فها حاجه زي كده. هل احنا عندنا بشكل ما فكره تاهيل نفسي للمدرس، او قبل حتى التاهيل ان انا اختبر الشخص نفسيا قبل ما يبدا يمارس ويزاول مهنه التدريس، وبالذات في الاعمار المبكره، يعني اللي بيدرسوا اللي فتره الحضانه، اللي بيدرسوا لفتره الابتدائي، ودول فترتين مهمين جدا في التكوين وفي النشاه. طبعا مهم جدا الجانب التربوي، ومهم جدا زي ما حضرتك بتقول الاختيار. يعني كان زمان المدرس بيعد تربويا مع اعداده المهني، يعني بياخدوا يعني تدريب على ان هم ازاي يقدر يقدم، وازاي يقدر يتعامل مع اطفال، وازاي يقدر يتعامل مع شباب، وهلما جرى. يعني زي ما بنقول الاعمار المختلفه بتختلف الصيغ، ونعمل معهم ايه، اللي في روضه زي اللي في ابتدائي زي اللي في اعدادي، لا كله بيختلف. فهنا الاعداد التربوي مهم جدا، وفي حاجه اسمها دبلوم تربوي. يعني ما هياش مساله كده يعني اجتهاديه واعتباطيه، وللاسف في بعض المراحل كان هذا النوع من الاعداد مش متوافر او مش بالقدر الكافي، فابتدوا ياخدوا من مهن اخرى، يعني خريجي اداب وخريجي حقوق وخريجي معرفش ايه، ويقول لك انت مش بتعرف تدرس تعال. ما ينفعش. فدول طبعا لم يعدوا الاعداد الجيد، وهي دي انا في رايي ان جزء كبير، يعني اكتر من 50% من علاقه الولد او البنت او الطالب والطالبه بالمدرسه هو الجانب التربوي ده. ازاي المدرس او المدرسه يجتذبوا الولد والبنت علشان يبدا يتشد ويبدا يحب ويبدا يفهم. والنهارده وامبارح
انا لسه سامع جزء من التطوير في التربية والتعليم اللي هم عمالين يفكروا فيه ان المدرس ما يبقاش ملقن، يبقى محاور. حلو. يعني ايه محاور؟ يعني يبدأ يرمي الكرة للطفل او للولد او للمراهق او ويستنى هو يعني يحرك ملكات الابناء والاولاد دول ويخليهم يشتركوا اشتراك ايجابي في الدرس، ما يبقاش هو اللي عمال يقول ايه وعمال يلقن والعيال عمالين يا يكتب يا يسمع وخل او ينام، ساعات الولاد بيناموا في الحصة، انما لما انت تبص تلاقي او الولد او البنت ان المدرس عمال يرمي له الكرة وبعدين يقول له طب ها رأيك ايه، طب قول لي النقطة دي، طب انت سمعت عن كده فين، الى اخره، ويبدأ ياخد من الولاد وممكن يجهزهم من الحصة اللي قبليها، احنا يا ولاد هنتكلم في الحصة الجاية في الموضوع الفلاني، المصادر اللي ممكن ترجعوا ليها وتقروها 1 2 3 زي اي اما بنسافر بره بيعملوا كده. فالولاد بيتشدوا بقى ويبداوا يقروا، وطبعا العيال الايام دي ما شاء الله يعني متقطعين كلهم وماسكين الموبايلات فبيدخلوا بقى على مواقع وبيبدا يعرف فعلا معلومات وممكن يروح يسال الكبار ويسال ابوه ويسال امه ويسال اخوه الكبير ومش عارف ايه ويجهز نفسه. يجي بقى تاني يوم المدرس عمال ياخد ويدي معاه ويدي له كلمه وياخد منه كلمه، ده بيصحصح الولاد ويحببهم بقى في الدرس، وده جانب تربوي. حلو. طب هنا يجي السؤال، هل اصلا المدرس عندنا في مصر مؤهل للنوع ده من التعليم، انه يصبح محاور مش ملقن؟ وبعدين احنا عندنا كليات التربيه بالدسته وبقى لها سنين، يعني احنا ده من زمان قوي كمان من ايام مدرسه المعلمين العليا، وبعد كده اختفاء وبقى المدرسين بيجوا من كليات العلوم و و و و و ثم بعد كده تاني ظهور مفترض جدلا انه ظهور طاغي لكليات التربيه. بس برضو التعليم المصري بسم الله ما شاء الله حاجه كده ماشي بالعافيه. هو طبعا يعني التقليدي، التعليم التقليدي اللي عمالين نتوارثه وبعدين بنستسهل بقى، زي ما انا قلت دلوقتي واحد مش معد تربويا، كل اللي متصوره انه هيجي يقول الكلمتين وسلام. كان بيعمل ايه في كليه التربيه؟ لا ده ما ده الكليه كانت بتعمل معاه ايه؟ ما دخلش بقى، انا بقول عن النوع اللي ما دخلش، وده كميه يعني عندنا اكثر من 50% من الموجودين في ساحه التعليم لم يمروا على اي برامج تربويه متاخده كده جدعانه يعني. انما اللي خدوا بقى برامج تربويه لا بيبقى فيه اختلاف، يعني بيبقى فاهم شويه، بيقروا علم نفس، بيقروا يعني ايه شخصيه، يعني ايه طفل، يعني ايه مراهق، طب نتعامل معاه ازاي ده، والتاني عنده ايه. المراهق بيبقى له استقلال في شخصيته، عاوز يثبت نفسه، عاوز يبقى بيحترم وهكذا. وحتى في كل الاعمار لازم المدرس او المدرسه يدوا للطفل الاحترام، للمراهق الاحترام، يعني مش انا مدرس يبقى انا ربكم الاعلى وانتوا شويه عيال جايين نقول لكم كلمتين ويلا مع السلامه. يعني هذا الاحساس الكئيب ده بينتقل للولاد، بيحسوا على طول ان ده جاي مش معاهم، مش فاهمهم، مش عاوز يتبسط معاهم وياخد بايدهم فعلا. والاولاد اذكياء، يعني الذكاء الفطري الطبيعي بيخلي الولد يعرف يفرق مين الكويس ومين الوحش. طيب يمكن انا ابن جيل معين، يعني انا مواليد 75، فانا اتذكر كويس جدا المدرسين اللي كان عندي في المدرسه ولا واحد فيهم تقريبا كان خريج كليه التربيه. وكلهم كانوا ما حصلوش، يعني الله يرحمه، ما حفظ الألقاب للجميع بقى، سمير محفوظ، ربنا يدي الصحة، جمال رادلف، ميس سونيا عدلي، مين تاني، محمد فهيم، عماد، إلى آخره، كلهم كانوا أصحابنا من وإحنا في ابتدائي، بيتعاملوا معنا كأبهات، كبرنا شوية اتعاملوا معنا كأصحاب وإخوات وهكذا، ولا واحد فيهم كان خريج تربية، كانوا كليات علوم وأداب إنجليزي وأداب فرنساوي ومش عارف إيه وحاجات زي كده، وكانوا بيدرسونا بمنتهى الكفاءة وبيتعاملوا معنا بشكل أكتر من رائع، ففضلنا دايما بنحبهم، فضلنا لحد هذه اللحظة إن استطعنا نصل لحد فيهم نسأل عليه ونوده ونكلمه في التليفون ونشوفه ونعزمه ويعزمنا وهكذا. ايه اللي حصل؟ هل المجتمع دلوقتي او طبيعه المجتمع اصبحت بتلعب دور سواء اذا كان بالسلب او بالايجاب؟ ده اللي انا عايز افهمه، بس هستاذن هنروح لفاصل نسمع فيروز ونرجع نكمل الكلام. بصراحه مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هتبقى ايه حاجه عظم. خلونا نعيد الترحيب بالدكتور سعيد عبد العظيم، استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره. وكنت بقول على مساله تاثير المجتمع على المدرس. المجتمع في الفتره اللي انا كنت فيها تلميذ
اعتقد انه كان اسلم صحيا من دلوقتي، اعتقد ذلك مجرد ملاحظة مواطن يعني، او انه كمان المجتمع بيتأثر بسبب المدرس وبنظام التعليم. بس هبدأ الاول بتأثيرات المجتمع عليه. طبعا تأثيرات كبيرة جدا، ولو استرجعنا فعلا تاريخ الخمسينات وما قبل وما بعد في التعليم، هنجد ان المدرسين كان كل مدرس منهم قيمة قيمة فعلا، وكان يعني له أهمية وله شخصية وله تواجد، وكنا بنشعر بكده وإحنا طلبة وإحنا تلاميذ في الفترات دي كلها. وبعدين الدخل كان يعتبر دخل معقول بقيمة الجنيه في هذا الوقت اللي إحنا كنا بنقول في بداية ثورة يوليو المجيدة، كان الجنيه المصري يعادل الجنيه الإنجليزي ويمكن يفوقه، وكان الإنجليز مديونين لمصر بفلوس، فكانت يعني وكان عدد المصريين كلهم على بعضهم كده بتوع 20-30 مليون بكتير يعني. فكان في فعلا عوامل في المجتمع، عدد الطلبة ما كانش كبير، عدد التلاميذ اللي في الفصل الواحد كان معقول 20-30، عدد المدرسين المؤهلين والمتمكنين في الساحة موجود ويكفي، وكانت الفصول يعني بتستوعبهم. المهمة بتاعت المدرس اللي احنا بنشوفها النهاردة اختلفت يعني، نادرا زمان ما كنا بنشوف العيال كلهم طالعين على دروس خصوصية وقاعدين من ساعة ما يصحوا الصبح لغاية ما يناموا بالليل، جاي رايح الدرس ده جاي من الدرس ده يعني المدرسة كانت هي المكان التقليدي الأكيد المحترم اللي الطالب يروح، ونروح الصبح نقول نشيد الصباح وتحية العلم، ونقف في طوابير ونتجه للفصول، يعني انضباط وروح تانية مختلف. تعال النهاردة مدارس مفرغة، مدرسين ما بيحضروش الحصص بتاعتهم، الدروس على ودنه بره، وكل مدرس بيجتهد ازاي يجتذب طلبة وتلاميذ علشان يمشي حاله. اذا المجتمع هو ده تأثير المجتمع بقى، اذا كنا بندور على مجتمع، المجتمع لا كان في هذا الوقت القديم يعطي للمدرس حقه ماديا، وكان المدرس راضي وراضي مرضي ويعيش بمرتبه، عيش في طبقة المتوسطة، كان ينتمي للطبقة المتوسطة، وكان عنده المرتب، رغم انه لما نسمع عن المرتبات اللي كانت 20 جنيه و 30 جنيه يعني كانت حاجة بالنسبة اللي احنا بنسمع عنه النهاردة يعني حاجة محدودة، انما الجنيه كان جنيه. البيضة كانت بمليم ولا بقرش، ولا يعني مستوى الحياة انعكس على طبقة المدرسين والأسر نفسها، وما كانش فيه انتماء إلا للمدرسة يعني، ما كانش فيه مراكز دروس، وما فيش ان المدرس يجي البيوت ولا نروح له أماكن خارج المدرسة يعني، هذه البدعة لم تكن موجودة على الإطلاق. وحتى الانتماء بقى للوطن اللي احنا عمالين ندن فيه النهاردة، الولاد يعني ابتدت الدنيا تتلخبط، فين نشيد العالم، فين الإحساس ببلدك، فين ما هو بيروح مدرسة، فين المدرسة. فالنهاردة وزارة التربية والتعليم اللي احنا بنسميها تربية وتعليم بتصحى عشان تشوف المدارس طاردة للولاد، أو إن المدرسين تغير حالهم وانقلب بدرجة 100%، بحيث المدرس نفسه ما بقاش يدي للمدرسة مجهوده، بيوفر مجهوده عشان يشتغل بيه بره، عشان يقعد من صباحية ربنا لغاية نص انصاص الليل يدي في دروس. ففين بقى الانتماء، وفين المدرسة، وفين الأنشطة يعني. أنا أذكر وأنا لسه في ابتدائي وكده، كانت حصة الأشغال وحصة الموسيقى وحصة الفنون والنشاط الرياضي والقسم المخصوص ومكتبة ومسرح مدرسة ومكتبة فين الكلام ده؟ فيش حاجة. أنا كنت في المدرسة التوفيقية في الثانوي، وكنت في حلوان الابتدائية والإعدادية، وشتان بين اللي احنا كنا بنراه زمان واللي احنا بنشوفه دلوقتي. المدرسة انتهى دور، وانتهى دورها من حكاية التربية بقى وحكاية الأنشطة اللي هو الفنون الناعمة الجميلة اللي بتشكل عقل الطفل. هو عقل الطفل انك تقعد تقول له 1-2-3 واحفظ وتعالى سمع لي، وبعدين تروح قول كلمتين في الامتحان ونساهم تاني يوم. هو ده اللي حاصل، وبقالنا سنين بقى في هذا
الموال الغريب الغبي، وبالتالي نبقى دخلنا في مرحلة نظام التعليم اللي أصبح هو كمان بيؤثر سلبا على المجتمع. أنه بيخرج تلميذ شبه أمي. ما في النهاردة بسمع على اللي واخد إعدادية وما بعرفش يقرأ ويكتب، ما بعرفش يكتب اسمه. قال إيه يا ولاد، ده حاجة غير ما معقولة يعني. ده اللي معقول، ده اللي كان واخد ابتدائية زمان شهادة كبيرة قوي بيتعين بيها. لا انا مره بدون ذكر الاسم يعني، كان في ما كانش حتى مناقشه، كان مجرد كده كلام عارض. فجت سيره الثورات في مصر، فبنتكلم على ثوره 19 وثوره 52 وثوره يناير. فكان هذا الكلام مع مذيعه ما، مذيعه تمام معروفه يعني. بقول لها يعني ثوره 19، قالت لي ما هو جمال عبد الناصر لما عملوا ثوره 19. فانا فضلت ساكت، ما بقاش عندي حاجة اقدر اعلق بيها بقى خلاص. يعني جمال عبد الناصر كان عنده سنة في ثورة 19. ما كانش اتولد. كان مواليد 18 جمال عبد الناصر. يعني سنة. طب ما فتحتيش كتاب التربية الوطنية. مذيع دي تقريبا قدي في السن يعني. فاكيد خد التاريخ، واكيد خد التربية الوطنية، يعني اكيد قرأت الجورنال في يوم من الايام. في وش المدفع كمان. يعني لازم هي كمان تبقى جاهزة ومعلوماتها حلوة. اكيد شافت اوبريت وطني حبيبي. يعني بس ولازم دي كانت صدمة بالنسبة لي. وبعدين قعدت افكر في الموضوع بشكل اخر، اللي هو طب الدكاترة والمهندسين والمحاسبين الخ 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 من مهن ووظائف، يا ترى ايه اللي هم يعرفوه عن تاريخ هذا الوطن وعن تاريخ هذا البلد، وبالتالي حجم الانتماء الوطني قد ايه؟ طب حجم المعرفة يعني ايه؟ قدر المعارف اللي حصلوها خلال سنوات عمرهم الثلاثين ولا الاربعين ولا الخمسين؟ هنا بيحصل بقى بتاع التأثير العكسي من النظام الدراسي على المجتمع، فيخلق مجتمع جاهل صح؟ أو شبه أمي. 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 لا عملية خطيرة جدا، والمدرس تدهورت أحواله، الطالب والأسرة أحوالهم بقت أسوأ وأسوأ. ما أنت كنت بتقول المعادلة فيها المدرس وفيها المدرسة وفيها البيت وفيها كل يعني العناصر بقى. عناصر المنظومة دي كلها بقت متهرئة وتعبانة وغير معدة على الإطلاق. طيب ده غير كمان في بنية الأسرة يعني. كنا ساعات نسمع جمل سيئة جدا بتاعت لو ما طلعتش الأول السنة دي أنا هعمل وسوي. أب أو أم بيقولوا كده لابنهم. إيه المشكلة لو الولد ما طلعش الأول؟ يعني طلع التاني، طلع العاشر. أنا أدور على تميزه ولا أن أنا أهد فيه أو أهدده؟ لا ما هو ده بقى، ما دي الاسره بقى. يعني احنا النهارده بنتكلم على الاسره من منطلق ان اب وام بيفهموا، وبيفهموا يعني ايه تربيه اولاد. في ولد معد ان هو يبقى فنان، وباين من اول دقيقه ان هو بيفهم بيحفظ، ودنه موسيقيه مش عارف ايه. تهمله ليه؟ ذوقه في الاتجاه اللي بيحبه، رياضه وبيحب الرياضه، هو ذوقه في الاتجاه ده. انما في بعض الاباء بيلعبوا ضد التيار. يعني الولد عنده ميول وعنده مواهب وعنده وهو بيتعامى عند كله لقيم في دماغه ان هو التعليم لازم يبقى في السكة دي. وده كنا بنسمعه من زمان ودلوقتي. عندما يعني عاوزين نقول بقى اذا كنا النهاردة ناويين بقى نعيد تاني تنظيم منظومة التعليم والتربية، لازم نبدأ نفهم ان احنا هنبتدي من البيت، وهنعرج على المدرسة، وهنعد العلاقة بقى بين المجتمع وبين الطالب. يعني لأن الطالب ده في النهاية هيطلع يعمل إيه؟ ما لازم يبقى في ارتباط بين المنتج والسوق بتاعه. فما فيش، ما زلنا حتى الآن لا يوجد ارتباط بين اللي خارج، اللي بيتخرج عندنا مئات الألوف من الناس عمالة تتخرج كل سنة من جميع الكليات، وكلهم تقريبا أميين من ناحية الثقافية، وبعضهم يمكن ما بعرفش يقرأ ويكتب. أخطاء الإملاء إيه تهلك من الضحك. وتسمع بقى الآء وقوء في الإعراب، ما فيش لغة، ومن مذيعين يعني مش عاوزين نقول حاجة فضيحة يعني، ومن فيجرز وهكذا. ما ينفعش الكلام. طيب أنا هستأذن هروح لفصل تاني، عايز أرجع بعد الفصل على مسألة طبيعة ما يدرس في المنهج. يعني مثلا منهج التاريخ، منهج القراءة الرشيدة زي ما شرشر بتاع كتاب القراءة بتاع زمان ده، اللي بيدرس فيه المناهج في مصر، وهل ده بيؤثر نفسيا على الطالب؟ الطالب اللي بيتخرج من المدرسة ما فيش حاجة شغل دماغه غير انه يطلع يا دكتور طبيب بمعنى ادق، او
مهندس وينظر إلى أي شهادة تانية باعتبارها درجة تانية أو تالتة أو رابعة إلى آخره. يعني خلي إنه كلية الزراعة بتاخد 50% عشان مفيش إقبال يعني، ودي حاجة غريبة جدا يعني، باعتبار المهندس الزراعي ده حد مش كويس ولا إيه مش فاهم، مع إنه ده حد مهم جدا. هروح لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل الكلام، استنونا بعد إذنكم. بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب خلونا نكمل كلامنا في برنامجنا بصراحة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، معاكم مذيع اسمه يوسف الحسيني، اما ضيفنا العزيزة ما حضرتكم عارفين الدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. وكنت بقول طبيعة ما يدرس في المنهج، سواء اذا كان بقى منهج التاريخ، منهج التربية الوطنية او التربية القومية على حسب المرحلة اللي كان بيدرس فيها، وساعات يسموها كده وساعات يسموها كده، المناهج المختلفة والعلوم الادبية لو صح التعبير، دي بتأثر نفسيا على الطالب؟ ده سؤال يعني. هل بتأثر عليه في توجهه المهني فيما بعد ذلك، نظرته المستقبلية، نظرته للمجتمع، نظرته الطبقية حتى إذا صح التعبير؟ أكيد يعني هو الإعداد للعقل المتعلم من طفولته إلى تدرجه في مراحل التعليم المختلفة لغاية ما يبقى شاب، لغاية ما يصل إلى مرحلة جامعية، كل ده محتاج إلى فعلا قدر كبير من الوعي والثقافة، وجزء كبير منها يمكن مرجعه الجوانب الأدبية دي. يعني الجوانب الأدبية اللي هتدخل فيها التاريخ والجغرافيا والعلوم المختلفة المرتبطة بالمجتمع، كل ده لازم يبقى بيفهمها، ولازم يبقى حتى لو طلع مهندس، حتى لو طلع طبيب، حتى لو طلع في أي مهنة من المهن، لازم يبقى عنده هذه الخلفية موجودة، ودي اللي بتقوي بقى فعلا انتماءه للمجتمع. النهاردة بنقول ان الانتماء للمجتمع في غاية الأهمية علشان الشباب يبقى واعي وقادر يدي وقادر يتحمل وقادر يضحي. كل ده هنعمله ازاي؟ ما أنا لازم نجهز الولاد دول والبنات دول ونجهزهم جيدا، لان الاعداد العقلي لهم في المراحل المبكرة هو ده اللي بيعيش، هو ده اللي بيثبت. تعليم في الصغر زي النقش في ايه في الحجر او على الحجر، فده مهم جدا، لان الولاد لما بيكتسبوا هذه الملامح وهذه الصفات وهذه المعلومات اللي انا بعتبرها انا اساسيه جدا جدا، ما بتروحش من ذهنه، بتثبت بقى مع الزمن. يعني ما يجي يقول لك واحد او هو كان في الكتاب وحفظ نص القران ولا حفظ القران كله، تاكد ان ده اثر على لغته طبعا. 100% هتجده بعد كده ارميه بقى في الحيطه يرجع لك تاني واد تمام، مخارج الفاظه مظبوطه، اخطاء النحويه شبه منعدمه بالظبط. فين الكلام ده النهارده؟ مفيش. فين الكتاتيب اللي كانت فعلا بتعلم وتحفظ وتعمل؟ انقرضت. يعني بنسمع عنها كده زي حاجات كده غريبه في المجتمع الحالي، وبعدين تروح للمدرسه بقى ما بتعلمش. دي المصيبة. ما بتعلمش. طب وبعدين هيكتسب ايه؟ هيطلع بيه في الاخر ولا حاجة. ساعات بلاحظ ان المجتمع بقى عنده فيه نظرة فئوية، يعني زي ما كنت بقول كده، الطبيب في نظرة المجتمع بشكل عام افضل من المحاسب او افضل من المدرس، او المجتمع اصبح فيه عنده حالة احتقار طبقي، يعني كل طبقة بتحتقر او بتتعامل بفوقية مع الطبقة الاقل منها اقتصاديا او ماليا باعتبارهم طبقة الخدام او العبيد. يعني في حاجة غريبة حصلة جوه المجتمع المصري مش مفهومة. يعني اوروبا الرأسمالية ما كانش عندها هذه النظرة. امريكا الرأسمالية قح ما عندهاش هذه النظرة. مش بتكلم حتى على مجتمعات اشتراكية. يعني خدنا ورثنا شوية هذه المفاهيم الغريبة، يمكن الاحتلال التركي. حكاية أفندي والأفندية. الأفندية. 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 فالأفندية والطربوش، ويبقى قاعد كده مهم كده ولو مكتب. يعني تأكد ده كان دي أمنية الكثير جدا من الطبقات المتوسطة في الغالب، لأن الطبقات العليا مش همامها وفلوسها حبطرش ومش هم، وبيروح بقى يشتغل ويتاجر وبتاع ويلعب. انما اللي في الطبقه المتوسطه يعني قيمته بتيجي من انه افندي، وان هو يعني اقرب الى طبقه البهويه. ما هو بيبه هيبهبه بعد شويه، هيتبهبه لما ياخد اللقب كده بالظبط، وبعد كده يبقى هو ده المحترم، والناس يقعد في اي مكان يبقى له قيمته. ومن هنا جه بقى احتقار، حتى يعني كلمة فلاح خرسيس نرسيس جت من ايه؟ من الاحتلال التركي.
يعني احنا ورثنا من الاتراك 500 سنه من 1517 علموا فينا ان الفلاح ده يعني حقير، وان طبقه النبلاء وطبقه البهوات والبشوات والالقاب اللي احنا ورثناها في فتره من تاريخنا علمت فينا ان هم دول بقى عليه القوم، واللي كان في الطبقه المتوسطه عاوز يتقرب الى الطبقه العليا ياخد بيه او يبقى فلان افندي صح. فكل هذه المعاني علمت فينا، وبقى الفلاح اللي هو بقى بيزرع وبيشقى في الارض فلاح. يعني انا فاكر في كان فيلم رد قلبي انه حسين رياض وهو بيكلم البرنس الامير فبيقول له على علي ابنه انه ده دخل الحربية وبكرة يتخرج ويبقى ضابط وبعدين هيبقى لواء يعني باشا فاللي هو التصور بتاع ما تقلقش مش هيبقى فلاح زي ابوه، مش هيبقى جنيني زي ابوه، لن يفلح الارض ويمسك بالفأس. فهنا بقى يعني هذه المفاهيم المغلوطة معلمة فينا حتى يومنا هذا، يعني مش هنقول انها ان احنا خلصنا منها حتى يومنا هذا. وعشان كده ما زال عندنا التعليم الصناعي واقع، النظرة ليه برضو نظرة فوقية فيها تعالي كده، هيشتغل ايه سباك، يتخش ثانوية عامة، هيشتغل كهربائي، هيشتغل ايه في ايه، مع ان هم دول اللي هم لما بيشتغلوا ويكسبوا يبقى اجدع من اي اي مهنه اي وظيفه. المانيا مثلا عظيم في هذا الموضوع، ارجع يعني. بقى لالمانيا بقى وارجع لليابان وشوف بيعملوا ايه، فهتلاقي المانيا التعليم مش عاوز اقول نصه ثلاث ارباع رايح للتعليم الصناعي، الربط بين المدرسه اللي هي بتجهز العيال دول وبين المصانع، وعندهم ما شاء الله المصانع طبعا مساحه خبر رهيبه يعني. فانما الربط بقى المصنع بيجهز اللي هيجوا يشتغلوا فيه، في اليابان بتبقى عائلات متراكبة يعني العيلة دي بتشتغل في المصنع يبقى كل ولادها وأحفادها هيشتغلوا يعني بقت فاميلي عيلة، فبقى انتماؤه للمؤسسة اللي هو بيشتغل فيها هو وعيلته. طب هل نظام التعليم حتى فيما بعد مفيش طبقية بقى ولا حاجة، ده عامل فني، انما العامل الفني ده بيه كبير قوي. في المانيا ممكن يبقى المهندس والعامل الفني، والعامل الفني بيقبض اكتر من المهندس عادي خالص، ويطلع من المصنع لابس احسن من المهندس، فما عندهمش القيم بقى ان ده عامل وده مهندس يبقى ده حلو وده وحش، فيش كلام. طب يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رفع عننا مغبة الاحتلال التركي بقالنا اكتر من 100 سنه دلوقتي اهو، وبعدين فضلنا تحت حكم الطبقات الأرستقراطية لحد 52 من 52 حتى هذه اللحظة مفترض أنه مناهج التعليم اتغيرت تغييرات جذرية ومفترض أنه أصبحت بتحاول تكريس وترسيخ مفاهيم تانية خالص، باعتبار أن احنا يمكن مرينا بمرحلة شبه اشتراكية كده في وقت حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الله يرحمه. فلكن على ما يبدو انه برضو ما فيش حاجه اتغيرت، فضلت النظره الفوقيه والطبقيه والفئويه دي موجوده جوه المجتمع. ايه السر بالرغم انه المناهج اتحشت بكل حاجه المفترض انها تمحي هذه النظره؟ لان ما حصلش تطوير حقيقي للمدرسه. يعني مدارسنا والتربيه والتعليم بقى ابتدى المنحنى عمال ينحدر سنه ورا سنه ورا سنه من 52 حتى يومنا هذا، وكلها بتأكد وتأرخ لأن نفس المفاهيم اللي احنا ورثناها من الاحتلال التركي. جميلة، مش احنا شلنا الإقطاع سنة 52 وثورة 52 قالت خلاص أعلى حاجة في الملكية 200 فدان وكله بقى يتوزع على الناس، ده دي كانت هي دي جزء من الثورة وتغيير المجتمع الطبقي، إنما لم تفلح برضو في تغيير الامور لان المدارس تنتها ماشيه بنفس التوجه القديم، ولا انه ثوره يوليو هي كمان خلقت الطبقه. يعني انا اتذكر ان في اغنيه كمان الناس احتفت بيها انا عمري ما حبيتها في حياتي، بهوات انا اشتراكي قاتل يعني يا عديم الاشتراكيه خاين المسؤوليه. يعني لو فلان مش اشتراكي يبقى مش مسؤول ليه؟ يعني فلان مش اشتراكي فين الازمه؟ يعني لازم تكون دين وديدا للمجتمع، فان لم تكن اشتراكيا فانت خائن للمسؤوليه. اغنيه شهيره بتاعت جمال عبد عديم الاشتراكيه يا خي، اغنيه غريبه جدا
وفظيعه. يعني عايز اناقش الاغنيه دي بالمناسبه، ممكن نروح للفصل ونناقش سيكولوجيا الاغنيه دي وتاثيرها على المجتمع وفكره فرض النظام لافكار الاشتراكيه على المجتمع، ان تكون اشتراكيا او الى الجحيم، يعني الى الامام يا رومي. خلونا نروح للفصل ونرجع نكمل الكلام. بصراحه مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب عايز نكمل الكلام بعد اذن حضراتكم مع الدكتور سعيد عبد العظيم على مساله المجتمع يؤثر ويتاثر، سواء اذا كان في ما يتعلق بالدراسه او حتى يمكن عشان الكلام جاب بعضه في الاغاني، يعني زي الاغنيه الشهيره عديم الاشتراكيه خاين المسؤوليه، ده بيأثر على المجتمع، يحوله المجتمع فاشي؟ هو بيفرض وجهه نظر. يعني انا يمكن اتذكر هنا تجربه المجتمع الصيني. المجتمع الصيني له تجربة كبيرة جدا وسرية جدا وسابقة لينا كمان، ونقدر نقول ان هو مر بقى بكل هذه المتغيرات اللي هي شيوعية فاشتراكية وبعدين وصلت الصين النهاردة انها بقت احد اقطاب الرأسمالية. يعني عندنا نموذج اقتصادي كده اللي هو يعني هو ملوش اسم بالمعنى المتعارف عليه، ما تقدرش تقول اذا كان اقتصاد اشتراكي ولا هو اقتصاد حر. يعني بعض الكتب ذكرته بانه حاجه اسمها اقتصاديات السوق الاجتماعي اللي هو خليط كده. يعني في النهايه يعني رغم كل الحماسيات في مجتمع ابتدى شيوعي وفي كل المفاهيم المعروفه عن المجتمع الشيوعي، الا انه في النهايه وعلشان التنافس العالمي وعشان الصين النهارده بقت ثاني دوله في العالم ويمكن أمامها خطوات حتى تقفز إلى المقدمة كمان وتسبق التجربة الأمريكية بحكم الحجم والقدرات اللي بتتمتع بها الصين النهاردة، إلا أن هما في النهاية جمعوا كل المتناقضات وخدوا من كل الأفضليات. يعني خدوا من المجتمع الاشتراكي بعض السمات وخدوا من المجتمع الرأسمالي بعض السمات، إنما طوروها وظفوها لخدمة المجتمع بتاعهم. النهاردة هنجد نمور صينية مليارديرات، فين الكلام ده اما كان ماو تسي تونج موجود وكان كله بقى رافع رايز زمانهم اتعدموا ومن ماو تسي تونج لغاية النهاردة شوف ملايين قد ايه راحت وضاعت علشان التجربة الصينية تنجح بشكل او اخر. انما في النهاية يبدو ان احنا ماشيين في نفس الطرق دي، لان في النهايه لا يصح الا الصحيح. لابد ان الشعوب تجد في النهايه مخرج من مشاكلها يوصلها الى قدره والى اندماج في مجتمع عالمي تستطيع من خلاله ان توظف امكانياتها التوظيف الجيد. خد من ملامح راسماليه اذا كان ده قيمه وفايده، خد من ملامح مجتمع اشتراكي ديمقراطي له حيثياته الغربية ماشي إلى آخر، إنما في النهاية عليك أن ترى مصلحة مجتمعك، مصلحة شعبك، قدرتك على المنافسة، قدرتك على أنك أنت تنجح في الوصول إلى أهداف حقيقية ما هيش أهداف نظرية. طب إحنا عشنا أهداف نظرية لفترات طويلة ضيعتنا، لا بقينا اشتراكيين ولا بقينا رأسماليين، ولعبنا على السلم لا طولنا اللي فوق ولا طولنا اللي تحت وضيعنا وقتنا. وحتى كل مكاسب ثورة 52 والمصانع اللي بتاع اتباعت في السوق كانتو واتخصخصت واتلعب فيها وتشرد العمال اللي فيها في بعض الأوقات على زعم ان هم بيطوروا وبيعملوا، انما واضح ان كان فيه خلل والقيادة وقت في هذه الأوقات كانت مش فاهمة هي عاوزة توصل لإيه بالظبط. فإحنا نتمنى النهاردة ان احنا نبقى عارفين احنا عاوزين ايه. طيب هنا يعني الواحد برضه يقعد يقول ايه، انه كل التجارب بمصطلح التجارب النهضويه في العالم بدات بالتعليم، يعني تجربه المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، التجربه بتاعت اليابان برضه بعد الحرب العالميه الثانيه، التجربه الكوريه في منتصف الستينيات، التجربه الماليزيه، تجربه حتى بنجلاديش مع محمود يونس، كله ركز في موضوع التعليم. هنا بيجي السؤال، هل التعليم فعلا هو المخرج؟ الاجابه كده بالطريقه دي صح. طيب التعليم عندنا بقى في مصر، هل المناهج بتخضع لدراسه متانيه من قبل علماء علم النفس؟
بيبعتوا لعلماء علم النفس التصورات المختلفة للمناهج علشان تتقري وتتحلل وتتظبط قبل ما تتحط في الكتاب المدرسي ويتم تدريسها داخل المدارس؟ يعني في حدود ما أعلمه أن هذا الكلام يعني كل يوم بيتغير، كل يوم في موضة جديدة، كل ما وزير يجي يبدأ يعمل ما يشبه الخطط ويضع بعض المفاهيم ويلغي ما قبل. يعني يجي الوزير بتاع اكس النهاردة يلغي عين بتاع من سنة أو من سنتين وهكذا. فما فيش حاجة، ما فيش يعني منظومة عمالة تتكامل عشان توصل في النهاية إلى المخرج اللي احنا نفسنا فيه، اللي هو هيجعل المجتمع المصري مجتمع فعلا واقف على رجليه والتعليم فيه تعليم له قيمة ولو إنتاجية. مفيش. يعني كل واحد بيجي يقول لك والله الجدع اللي قبلي كان ما بيعمل كلامه وخلاص هنبتدي من أول وجديد. قال ايه يا عم، ما تشوف بس ايه اللي فات ونظفه وظبطه وهندسه وكمل. مفيش يعني استراتيجية، مفيش. هو ده اللي ضيع التعليم في مصر، ان لا توجد استراتيجية ممتدة. ده الخطأ الكبير. لما قربنا من التجربة اليابانية وفهمنا هم بيعملوا ايه، قال لك انا ما يهمنيش المعلومات قوي، انا يهمني اخرج بني ادم. عشان كده بينقلوا التلميذ الصغير من اولى ابتدائي لتانية لغاية ما يوصل لغاية مثلا مرحلة الاعدادية، وكل اهتمامهم بناء شخصيته وبناء مكونات ثقافته وقدراته على انه يبقى بني ادم ويقف ويتكلم ويبحث ويبقى له وجود. ما احنا هنا بنلغيه، بتلغيه منك انت عملت ترميله الموز وتقول له كل وخلاص، هو ملوش دعوه، هو عليه بس ان هو ياكل الموزه ويرمي القشر وينام. انما المجتمعات النايمه دي المعتمده على التلقين انتهت. ألمانيا، اليابان، أمريكا، الهند، بعيد ليه؟ الهند والصين كله دلوقتي ابتدى يفهم أن الطالب نفسه هو القيمة، هو القيمة، هو ده اللي لازم نربيه ونعتني بيه ونحط فيه بذرة الشخصية القادرة على القراية، البحث، التطوير، أنه يكبر، أنه هو ده البحث العلمي. يعني البحث العلمي ليه بقى بهذه الضخامة وهذا الشكل الخطير في الدول دي؟ مش هقول بقى امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا، لا، الدول الناميه دي يعني اللي كانت نايمه نمت وترعرعت. النهارده شوف الهند عامله ايه، وشوف الصين، هي طبعا نموذج حي قدامنا كلها، وكوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه عندها ابحاث نوويه الله ينور، تبعت علمائها لبره الصين يرجعوا لها. ما فيش حاجه اسمها يروح يطفش وما يرجعش تاني، كله بيرجع تاني عشان يرجع يدخل في المنظومة ويدي الصين الأم كل اللي اكتسبه. راح أمريكا قعد هنا 15 سنين، رجع يدي الصين الأم كل اللي هو قدر ان هو يعني يراه ويسمعه إلى آخر. عشان كده شوف الصين النهاردة ابتدت خلاص تكبر بقى وتعدي، والهند وراه، والهند وراه وغيره وغيره. احنا عمالين نسمع بقى كوريا الجنوبية دي كانت في يوم من الأيام ورانا ورانا في سلم التطور. شوف النهاردة كوريا، احنا عمالين نقول كوريا مؤسسة واحدة هناك يمكن ميزانيتها قدنا دلوقتي مثلا، حاجة كده يعني. فأنا مش بقول هذا الكلام لأن احنا هنيأس، لا، احنا ابتدينا بنحط رجلنا في السكة دي ونعرف، بنحاول نقرأ التجارب علشان نعرف احنا عايزين نمشي ازاي وننجح بقى كفاية. يعني عاوزين نقول يعني العصر اللي احنا فيه النهاردة، السنوات الخطيرة دي، بنقول لنفسنا كفاية بقى، يعني كفاية هزل وكفاية تضيع وقت، وعلينا بقى ان احنا نأخذ فعلا بتجارب الاخرين ونستوعبها تماما ونعمل بيها. طيب انا عايز ويبقى في استراتيجية ممتدة بقى، ما لا تتغير بتغير الاشخاص، هو ده اللي مضيعه. حلو. طيب انا هروح لفاصل، عايز ارجع على مسألة فكرة استراتيجية. هل متفقين التعليم في مصر واضح ان ما كانلوش استراتيجية على الاطلاق، بس التعليم في مصر كمان طبقي، وده عايز اناقشه، وده بيأثر ازاي على الحالة النفسية بتاعت مجتمع؟ انه اللي عنده فلوس يقدر ياخد عياله ويدخلهم مدرسة امريكي، مدرسة مش عارف الماني، مدرسة بريطاني الى اخره، فلوس كتير قد كده. اما اللي حظه وحش وما عندوش فلوس للأسف الشديد مضطر يدخل عياله المدرسة المصرية التقليدية، وبالتالي تكافؤ الفرص مش موجود،
واحد اتعلم في مدرسة دولية هيخش جامعة 100 فل و14، هيلاقي وظيفة محترمة او هيلاقي قدامه مستقبل واعد. واحد تاني باستثناءات، عشان بس حضرتك اصل الاولى على الثانوية العامة يعني ده في حد ذاته اصلا كان فيها مأساة تانية، ان البنت لما جالها منحة تدرس في امريكا باباها قال لا احنا لا يمكن نعمل كده ونتعاون مع الامريكان، مع انه ده علم مأساة يعني. لكن الغالبية العظمى اللي بيلقى بيتلقى التعليم التقليدي بيخرج حبيبي ما عندوش فرصة، مش هقول ما بيفهمش، ما عندوش فرصة، لا يتقن اي لغة تقريبا بما فيهم لغة الام اللغة العربية. ده بيخلق سلبيات حجمها ايه داخل هذا المجتمع. عايز اروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع الدكتور سعيد عبد العظيم لو سمحتوا، استنونا. بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب احنا لسه بنكمل الكلام مع الدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره على مساله الطبقيه في التعليم. المحظوظ اللي عنده فلوس او المجتهد اللي عنده فلوس بيقدر يعلم عياله تعليم متميز، واللي ما عندوش فلوس لسبب او لاخر للاسف الشديد، مضطر اقول للاسف الشديد وانا اسف ان انا بقول للاسف الشديد، بيعلم الولاد في التعليم التقليدي المصري العادي، وبالتالي ما بيحصلوش على فرصة جيدة في الحصول على وظيفة محترمة ومن ثم انه يقدر يأمن لنفسه دخل كويس وهكذا. احنا ليه ماشيين في هذا النسق بقالنا سنين طويلة وعمليا لحد اللحظة اللي احنا فيها؟ هو طبعا هي الموضوع طبعا له عناصر مهمة جدا، وان منظومة التعليم تدهورت زي ما احنا قلنا، يعني التعليم الحكومي تدهور على مدى سنين، وبالتالي اصبح دي فرصة بقى بعض الرأسمالية انها تدخل في هذا المجال وتبدأ تشتغل وتبدأ تلعب الجيم بقى بشكل يعني تستفيد وتفيد شوية. فهم ابتدوا بقى يعملوا منظومات المدارس الخاصة ومنظومات المدارس الأجنبية اللي هي منتمية إلى دول أخرى وإلى جامعات أخرى إلى آخره، بمصاريف عالية جدا، وزي ما انت قلت طبقة هي القادرة على انها تروح بقى هذه المدارس وتستفيد. فهم عملوا في المجتمع المصري زي جزر، جزر كده يعني صغيرة ومتعددة، وبقت هو ده المخرج للطبقة القادرة اللي هي بتقدر تدفع مبالغ كبيرة جدا عشان تعلم ولادها وتديهم اللي مفتقد في الجامعات وفي المدارس المصرية. طبعا هذه معادلة مختلة. هو صحيح هم بيقدموا في النهاية شكل طبقي، ان في ناس بتحصل على مستويات عالية جدا من القدرات والتعليم المتميز، يمكن ما تزيدش عن 5% او 7% من المجتمع كله، انما الباقي كله 93% واكثر في المنظومة المتدهورة اللي احنا عمالين نتكلم عليها النهاردة، ونقول ان احنا يعني تخلفنا وتخلفنا وتخلفنا ومش عارفين يعني ايه هنوصل لفين في التخلف يعني. فايه الحل؟ ما هو لازم في النهايه نصل الى حلول، انك انت مش تهبط بالناس اللي قدرت انها تصل الى المستويات المرتفعه دي، بالعكس انا هستفيد منها، هقننها، هقلل مصروفاتها بحيث ان ممكن اخرين من فئات اخرى في المجتمع يستطيع ان هم يلتحقوا بهذه المدارس اذا كان هذا ممكنا، وابدأ اعمل بقى ما نسميه أبجريد، عملية رفع مستوى بقية المنظومة حتى تصل الى نفس المستوى. يعني انا عاوز استفيد بيهم رغم ان هم متميزين وطبقيين زي ما احنا بنقول، انما ما فيش مانع ان احنا نستفيد بيهم ونرتقي الى هذه المستويات، ويمكن نبقى احسن كمان منهم، لان احنا عندنا بعض هذه المدارس للأسف يعني هنقول لا تربي في الناس اللي بيتخرجوا منها المفهوم الوطني والانتماء لبلدهم. يعني يمكن يعني ناقص ان هم يقولوا نشيد العلم بتاع الدولة اللي هم منتميين ليها، مش يقولوا نشيد العلم بتاعك. الحالتين بيعملوا كده يعني فكرة ان انا بعمل له عملية خلع من الثقافة الوطنية بتاعته، وفي نفس الوقت اللي بيخش في تعليم متواضع هو كمان بيشعر انه مغبون الحق، ما هو مغبون وبرضو بينخلع عن مش بقى الثقافة الوطنية، ما عندوش حالة انتماء حقيقية، ده ما بيحضرش خالص. يعني انت جينا في فترة المدارس كلها مفرغة من الطلبة، ما فيش حد بيذهب الى المدرسة. يعني لو حد بيروح المدرسة يقول لك انت بتروح تعمل ايه؟ يعني بقى شكل غريب انك تروح المدرسة. فاحنا وصلنا في الكام سنة الاخرينين دول الى تفريغ المدارس من كل المضامين. فطبعا دي كارثة
كارثة. ده كمان بيخلق نوع من الأحقاد الطبقية جوه المجتمع. كارثة بكل المقاييس. لما أقول يعني اللي معاه فلوس يتعلم واللي معهوش فلوس ما بيتعلمش. وبعدين تعليم برضو فيه تشويه مش مظبوط. يعني زي ما أقول لك المفاهيم اللي هي اللي بتعزز وتؤكد انتمائك لبلدك مفتقدة. بيركزوا على لغات معينة ويسيبوا لغة بلدهم وهكذا. يعني بنجد فيه مفاهيم مختلة في التعليم المتميز اللي احنا بنقول عليه متميز ده. انما في مظاهر جيدة في امور اخرى. احنا عاوزين نستفيد. احنا لسنا بطاردي لهذه هنقول الجزر المتميزة اللي بقت موجودة في مجتمعنا. عاوزين نستفيد منها ونطورها وندي فيها المفاهيم الوطنية. يعني نعززها بالحاجات النواقص اللي احنا شايفينها مختلة فيها عشان تكتمل بقى تبقى منظومة حقيقية مكتملة منتمية إلى مجتمعنا مع الميزات اللي هي فيها. ونطلع مدارسنا بقى من الوهدة ومن الخيبة اللي هي فيها دي إلى أنها تأخذ بقى بالمفاهيم الحديثة في التعليم في التربية في التقدم في اللحاق بالسباق العالمي اللي احنا موجودين فيه النهاردة في الألفية الثانية. طب عشان برضو ألحق بقى بهذا السباق اللي حضرتك ذكرته مفترض جدلنا يكون في عندي منظومة تعليم ما بعد المدرسي اللي هو التعليم الجامعي وما بعد الجامعي أن أنا أقدر أخلق علماء في المجالات المختلفة. طب أنا هعمل ده إزاي إذا كنت أنا مش معني بمسألة البحث العلمي وبرضو بمفهوم الواسع مش البحث العلمي ان انا لازم اطلع مخترعين او ان باحثين فيزيائيين او كيمياء او لا البحث العلمي في كل انواع وشتى العلوم. يعني لما ناخد بالجامعات الجديدة اللي هم حاولوا يطبقوا فيها المفاهيم العلمية الحديثة زي جامعة النيل وزي زويل هم يعني في الجامعتين دول على وجه التحديد ابتدوا من البداية ياخد طلبة متميزين ويعملهم اختبارات قبل ما ياخدهم كمان علشان يبقى يعني عنده يعني اقتناع بيهم ان دول يعني بذرة جيدة هتنمو في هذا المكان بشكل كويس واخدين بقى بالمفاهيم الحقيقية للتعليم والتربية. فلما تشوف بقى هم بيعملوا ايه بيدخلوا ازاي على المكتبة وعلى وسائل التواصل عن طريق الاجهزة النت وغيره وغيره ويقدروا يحصلوا على المعلومات ازاي ويوظفوها ازاي ويجتمعوا مع بعض ازاي ويتناقشوا ازاي ويتحاوروا ازاي والعلاقة بين الاستاذ وبين الطالب وبين الباحث وبين هو ده الجديد بقى اللي عمال يدور في الجامعات المتميزة. لما نروح بره نشوف جامعة كامبريدج بتعمل ايه وجامعة اوكسفورد بتعمل ايه وجامعة مش عارف ايه في امريكا بتعمل ايه قصص تانية خالص. يعني ما زويل ما كان قاعد في وسطينا هنا الله يرحمه وكان في جامعه اسكندريه لحد ما راح على كالتك ومتميز وبتاع لغايه ما راح هناك. هو بقى اما راح هناك بقى ابتدى كل ابداعاته تبان وابتدى كل قدراته اللي كانت موجوده تبان. انما لو قاعد هنا الى لغايه ما رحل عننا ولا كان حد سمع صحيح ولا خد نوبل ولا عرف يعمل حاجه. هناك بقى هي دي هو ده المجتمع بقى اللي بيخرج منك احسن ما فيه. هي دي القضية. وبعدين مصر فيها عناصر خطيرة. يعني احنا عندنا يعني احنا متميزين. يعني عاوز اقول نحن شعب متميز حقيقي. يعني البعد الحضاري بتاعنا سايب فينا حاجات خطيرة جدا مش موجودة عند الناس دي. عشان كده هتلاقي واحد زي زويل يروح هناك ويتفوق عليهم ويبقى هو احسن منهم ويوصل لنوبل. ده ما حواليه ناس امريكان من كل ناحية مثلا. انما هو اللي وصل. ليه؟ لان فيه طب في عقلية. هنا هستأذن هروح لفاصل والنقطة دي بالنسبة لي شغلاني جدا. بالتأكيد أنا مش بتكلم على مسألة تفوق الجماعي يعني مش نظرية الجنس الآري لكن هل فعلا البعد الحضاري والأبعاد التاريخية العميقة بتؤثر في الشعوب أجيال وراء أجيال وعقود وقرون وألفيات ولا أنه دي نظرية عندنا احنا المصريين علشان نضمن لنفسنا مربع من التميز فنقول احنا مختلفين عن بقية الناس سواء إذا كانوا جيران أو حتى أقارب. هروح للفاصل ونفهم هل فعلا البعد الحضاري والتاريخي بيأثر على تركيبتك وبنيتك النفسية والعقلية إلى هذا القدر لآلاف السنين يعني. فاصل ونكمل الكلام. ده
بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب لازلنا في لقاء أراه ممتع جدا بالنسبة لي مع الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. المذيع مش مؤمن بفكرة تفوق الأجناس يعني، لكن في حاجة صح هنا بقى مش حاجة غلط، فكرة التأثير بتاع البعد الحضاري والبعد التاريخي على الأجناس أو هقول سكان المناطق أو القوميات إلى آخره. هل ده حقيقي؟ هل أسانيد علمية لو صح التعبير؟ هو يعني نقدر نقول ان في تراكم التراكم الحضاري ده ممكن يمتد، واحنا طبعا بنتكلم عن حضارات ممتدة آلاف السنين ومنتجها موجود، يعني شاهد عيان على قد ايه الأجيال اللي قبلنا بعشر تلاف سنة، مش هقول سبع تلاف زي ما هم بيقولوا، عشر تلاف سنة فما فوق، هذه التراكمات ما بتروحش هباء، إنما موجودة ممتدة في النسل اللي طالع من هذه الأجيال القديمة. يعني في تراكمات جينية فعلا موجودة، وبعد حضاري له بصمات لا تزول بسهولة موجودة في الأجيال. وعشان كده هو ده أعتقد أحد الأسرار أو الملامح ليه الشعب المصري كلما يقع أو في كبوة يقوم تاني ولا ينهزم ولا يضيع، إنما يستطيع أن هو يقف وأن يجدد نفسه وأن يعيد تاني تجديد دماءه تاني مرة أخرى وأنسكته مرة ثانية. فإذا نحن شعب فعلا عندنا ملامح وسمات تاريخية حضارية موجودة بغض النظر عن الذكاء والقدرات يعني، إنما البعد الثقافي والحضاري مخزون حقيقي موجود، حتى بنسميه كده collective unconscious، يعني الوعاء اللي بتتجمع فيه أو البؤرة اللي بتتجمع فيها كل هذه المعطيات على مدار تاريخي ممتد، تراكم في اللاوعي. في اللاوعي. فده بيصحى، يعني أنت ممكن تحلم بحاجات يمكن عمرك ما شفتها إنما موجود عندك في اللاوعي. أحد العلماء المشاهير اللي جم مع فرويد اللي هو العالم المشهور يونغ قال الكلام ده، قال إن الوعي الجماعي أو اللاشعور الكولكتيف أنكونشس اللاوعي اللاشعوري بيجمع كل هذه المعطيات وبتستمر موجودة ومتراكمة ومخزونة في الرصيد بتاعنا اللي هو بيبان بقى في مراحلنا التاريخية والإنسانية. وديك شفت الشعب المصري عبر تاريخه كله قام وعمل ايه؟ ده نقدر اشوفه مثلا في التجربة الصينية اللي فترة من الفترات كانت واقعة تحت تأثير الأفيون والمخدرات، في النهاية خالص بقوا كده. لأنه برضو، وعلى فكرة دي سمة برضو موجودة، يمكن انت قلت برضو مثل جيد، الحضارة الهندية والحضارة الصينية والحضارة المصرية القديمة والعراقية والعراقيين، كل دي أحواض أنهار، يعني ده كل الحضارات القديمة نشأت في أحواض الأنهار. ليه؟ لأن في استقرار. أحواض الأنهار دي معناها هي دي المجتمعات اللي خرجت عن الرعي والحاجات اللي هي العابرة الغير ثابتة واستقروا بقى، يعني كانت قبائل قديمة جدا ثم استقرت على يعني إيه، على شواطئ الأنهار ونهر النيل طبعا نموذج، ونهر الفرات ودجلة نموذج، وفي الصين أنهار برضو من هذا القبيل، حتى في أمريكا اللاتينية وأمريكا الهند وحضارة قديمة في أمريكا اللاتينية. فكل الشعوب اللي لها حضارات أنهار لها حضارات ممتدة، ونجد فيها التميز اللي أنا بقوله. حتى في الأديان، يعني حتى في الأديان الإبراهيمية الثلاثة، طريقة فلسفة هذه الأديان وتطورها في المناطق بتاعت الحضارات النهرية شيء، وفي المناطق بتاعت نفس الأديان هي في الحضارات الصحراوية شيء تاني خالص، أو في المناطق الصحراوية حاجة تانية خالص طبعا. ويمكن هنقول إن لو إحنا يعني دخلنا كده في أعماق تاريخنا وابتدينا نفكر نشوف إيه اللي حصل في إدريس واللي حصل أوزوريس والأساطير حتى القديمة اللي هي بتؤكد مفاهيم دينية برضو،
عبادة الشمس شوية وبعدين آتون والله الواحد الأحد، كل ده في التاريخ القديم قبل الأديان المعروفة. قبل الأديان المعروفة يشوف أديه المصريين القدماء وصلوا بحكم الاستقرار والغنى والثراء الإنساني اللي كان موجود، أفرز هذه المعطيات الدينية والأخلاقية. يعني أما يقول لك بريستد في كتابه فجر الضمير، إن الضمير ابتدى هنا في مصر. طيب ده 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 مفترض انه هذا التراكم الحضاري، يعني انا عجبني برضه حضرتك ذكرت موضوع العراق ده، لان دايما اظن انه في عندنا تنافس حضاري ما بين الحضارات اللي في العراق وما بين الحضارات اللي ظهرت في مصر. دايما كلاهما يظن انه هو الحضاره البادئه. يعني لكن امتى ده بيظهر؟ يعني امتى بيتحط في مناخ ما يدي فرصه الى انه هذا التراكم اللاشعوري او تراكم الحضاري ده يظهر ومن ثم ينعكس على تفوق الدولة الحديثة؟ بيبان في المفاصل بقى والمحكات التاريخية المهمة جدا. ويمكن لو درسنا تاريخ بابل، ما هو ده العراق بقى، بابل القديمة دي كلها برضو يعني قريبة الشبه مننا إلى حد كبير في الممالك والانتصارات والغزوات والخضرات اللي كانت موجودة والأثار اللي هم اجتهدوا أما احتلوا العراق إن هم يبعطروها ويطمسوها ويطمسوا تاريخ العراق. فكل ده تاريخ مقابل أو يعني موازي لتاريخنا على ضفاف النيل. فإذا الحضارة ومخزونها ده أنا في رأيي هيبان تاني، وده ده اللي أنا شايفه النهاردة. يعني شوف العراق قد إيه تمزقت وتبهدلت وبعد الاحتلال وبعد ونتيجة أغراض طبعا في دول مختلفة عشان يكسروها ويقطموا وسطها، إنما العراق ستقوم مرة أخرى، والذي سيجمعها تاني هو الحضارة القديمة دي، قدرتها على إنها تلم نفسها وتلملم جراحها وتستطيع أن تقف مرة أخرى. في عندها حاجة زي مركز الأرض كده يروح لامم العراق على بعضها، بوصلة، أو إنه يعمل نفس الموضوع في مصر أو في سوريا على سبيل المثال. وإحنا ما إحنا كنا بنضيع، إنما هوب تلاقي الشعب كله قام وقف، ايه في ايه، احنا بنروح فين؟ وهذا هي ده الصح اللي احنا بنقوله. يعني ما فيش شعب في الدنيا هيقوم من فراغ كده، في حاجه كده ناقوس جرز بيرن جوانا كلنا يقومنا. فالناس راحت قايمه في 2011 قوم ما هزروش، 30/6 قاموا كملوا القومه بتاعتهم برضه ما هزروش. غريب يعني، هم الشعوب الثانيه بتستغرب ايه دول، ازاي ده يحصل وفي غمار ايه في في في, في, في سنه ونص يحصل هذا كله. صحيح، شيء غريب جدا. على اي حال انا عايز اشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا وشرفتنا واديت لي امل كده انه يعني في عندنا مستقبل جيد ومشرق، حتى لو احنا اللي ما شفناهوش، يعني هيشوفوا الناس اللي اصغر مننا شويه. كل شكر لحضرتك يا دكتور، كل شكر الدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي بجامعه القاهره، كل الشكر لحضراتكم. لو صح التعبير اقروا عن الحضارات الملونه، يعني اقرا عن الحضاره اللي في الهند، اقرا عن الحضاره اللي في الصين، اقرا عن الحضاره اللي في العراق، اقرا عن الحضاره اللي في مصر، اقرا عن الحضاره اللي في امريكا اللاتينيه، اقرا عن ثقافات وحضارات اليابان، دي كلها حضارات ملونه. يعني ملونه مفعمه بالالوان. اقرا عشان تشوف ازاي قدروا يكتبوا عن حضاراتهم وعن تاريخهم ويرسموه. شوف الناس دي قدرت انها تصيغ النظريات سواء اذا كان في العلوم التطبيقيه او في الاداب الى اخره، ازاي قدروا يرسموا حضاراتهم بكل الالوان التي تبهج عينك وتسر الناظرين، حتى لو كانت الاسطوره فيها شيء من الحزن زي كده بالظبط. ايزيس واوزوريس وحورس والاله ست، قصه الحب فالقتل فالانبعاث فالنصر الى اخره. اقرا مش هتخسر حاجه، القرايه كويسه والله العظيم. اللي فهموك ان القرايه بتفسد العقول شويه افلام عربي تعبانه ما تتفرجوش عليها. خلصت الحلقه لحد كده، ونقابلكم ان شاء الله لو كان لنا العمر يوم الحد الجاي الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحره. سلامات. كنتم مع بصراحه مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.